اليوم محاكمة عشنا فصول محاكمة تاريخية. لماذا تاريخية؟ لأنه أي أول مرة قضية الشهيد كتعرف طريقها للمحكمة. كنا دفاع، أنا يلا التحقت حتى أقول الحقيقة، دفاع الشهيد أيت الجيد من زملائنا الأستاذ حجي، الأستاذ تويمي، الأستاذ بوكرمان. هاد الناس بذلوا جهدا كبيرا في هاد الملف، سنوات وهم يناضلون. ولما كان رميد وزير العدل تم حفظ المسطرة، المسطرة ما تحركت حتى عرف القضاء استقلاليته. لما القضاء حصل على استقلاليته ما بقاش فرق، ما بقاش تمييز بين المواطنين، لا بسبب انتباع الحزبي لا القبلي لا الاجتماعي. القضاء اليوم حرك المحاكمة، هذه أول جلسة. قلنا لماذا أنها تاريخية؟ لأنها محاكمة الوفاء للشهيد، محاكمة الحقيقة والإنصاف والعدالة. هما طرف اللي كينتمي لصف القتلة اليوم جاء دار إنزال، حتى ذاك البرلمانيين وحتى الموظفين الجماعيين وحتى رؤساء الجماعات اللي في الوقت اللي يكونوا في الجماعات ديالهم في الوظائف العمومية ديالهم تركوا أمور المواطنين وحلوا بمدينة فاس لنصرة قاتل ضد مواطن. ياك المغاربة في الدستور فصل 6 المساواة أمام المواطنين، راه هادشي حمق، هادشي راه جريمة، هذا راه إرهاب. لا معنى لأي مسؤول سياسي أو موظف عمومي كيتقلد منصب كبير في الدولة يجي ساند مواطن ضد مواطن آخر. للأسف هذا الملف تقديرنا ما كان له أن يكون، لأنه بالنسبة لنا من الناحية القانونية الأمر محسوم، القواعد القانونية الراسخة. أي مبتدئ في دراسة القانون يعرف بأنه لا يمكن بتاتا، وهذا قاعدة معروفة من في جميع القوانين الجنائية ماشي في المغرب، لا يمكن محاكمة الشخص مرتين، لا يمكن محاكمة الشخص مرتين. وعندما يكون هناك قرار قضائي بات حائز لقوة الشيء المقضي به فإنه لا يمكن أن نعرض الشخص مرة أخرى أمام المحكمة. كما تعلمون عبد العالي حميد الدين سبق أن حكم سنة 1993 بقرار قضائي نهائي بمقتضى قرار المجلس الأعلى آنذاك، هو محكمة النقد، قرار نهائي سبق أن قدمت به شكايات متعددة يتوفر على قرارات قضائية نهائية، سواء قاضي التحقيق، سواء قرار حفظ ديال النيابة العامة ديال 2012، سواء القرار ديال 93. ولذلك بمقتضى القانون لا يمكن لهذه المحاكمة أن تكون. لكن للأسف هناك من ارتأى أن نقف أمام المحكمة، هناك من ارتأى أن يخرق قاعدة قانونية معروفة، هناك من ارتأى أن يخرق مبادئ المحاكمة العادلة، هناك من ارتأى أن يخرق الاتفاقيات أو القواعد الدولية لحقوق الإنسان، وهناك من ارتأى رغم كل هذا، رغم أن القانون واضح، رغم أن القواعد القانونية واضحة، رغم أن القرارات القضائية باتة ونهائية، رغم أن هيئة التحكيم قضت بأن عبد العالي حميد الدين قضى اعتقالا تعسفيا في 93، هناك من رأى أن يوقفه أمام المحكمة. طبيعة الحال احنا غندخلوا للمحكمة، وكنا أمل في القضاء المغربي، رغم القرار قضي التحقيق الذي اعتبرناه قرارا خاطئا، هذا لن يؤثر بأي طريقة من الطرق في ثقتنا في القضاء. ملف كسائر الملفات، واحد متهم بالمساهمة في القتل، كاين قضاء محكمة موجودة، نيابة العامة، كاين دفاع ديال الطرفين الموجودين، توفير الأجواء ديال المحاكمة العادلة كاين. إذن تنظن أنه أي دفع بشحن الأجواء خارج المحكمة فهو غادي يكون سيء، وغادي يعطي نظرة سيئة على المحاكمة العادلة في المغرب. احنا المغرب خدا واحد المسافة كبيرة في تحقيق الحريات، ومنهم ان توفر حسب الدستور الان دابا توفر القضاء المستقل. حنا جينا امام العداله باعتبار ان القضاء مستقل هو اللي غادي يفصل في هذا الملف. حنا المرافعات في الشارع ديال البراءه او الادانه ما تنبغيوهاش، المرافعات عندها المكان ديالها هو القاعه، وان اي تصريحات في الملف والتبرئه ديال 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 حميد الدين عبر الصحافه، حتى شي واحد ما عنده الحق انه يبرئ شي واحد او يدين شي واحد عبر الصحافه. يعني الملف
قضائي قانوني، حتى التصريحات اللي هي سياسيه باش يتم التاثير على القضاء، فتنظن بان القضاء محصن واخا يكون التصريحات من اي جهات كانت ولو من داخل الحكومه، ولو ان التصريحات خرجت من داخل الحكومه او من الامانه العامه ديال حزب العداله والتنميه، فذلك احنا بالنسبه لنا ما عمرو ياثر على القضاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.